توزيع المنتوجات النفطية المهندس مصطفى رشيد أن دائرته باشرت بتوزيع منتوج النفط الأبيض على العوائل في مدينة كركوك قبل كل المحافظات العراقية بمعدل 200 لتر لكل عائلة وحسب بطاقة المنتوجات الموزعة من قبل المديرية والبطاقة التموينية. وأكد مدير فرع كركوك لشركة توزيع المنتوجات النفطية في تصريح لفضائية كركوك أن المديرية باشرت كذلك بتوزيع منتوج النفط الأبيض على العوائل المهجرة من بقية المحافظات وبحسب بطاقتهم التموينية، هذا فضلا عن المثبتين لدى دائرة الهجرة والمهجرين، مشيرا إلى أن مديرية المنتوجات ستباشر هذا الأسبوع بتوزيع النفط الأبيض كذلك على العوائل المهجرة بعد الأحداث الأخيرة في محافظة الموصل والمحافظات الغربية، موضحا أنه سيتم توزيع 100 لتر نفط أبيض لكل عائلة مهجرة. بالنسبة للنفط الأبيض سبقنا كل المحافظات بتجهيز المواطنين وبدينا ب 200 لتر لكل عائلة حسب البطاقة الوقودية الصادرة من محافظة كركوك والمعتمدة على البطاقة التموينية، لكل عائلة 200 لتر نفط أبيض توزع، وبدينا بالتوزيع من 15/8 وسبقنا كل المحافظات وبحصة 200 لتر لكل عائلة، ومستمرين بتوزيعها لغاية انتهاء آخر بطاقة وقودية، ومن ثم نبدأ بإطلاق البطاقة الجديدة. أما بالنسبة للنفط الأبيض للعوائل المهجرة، طبعا كما في الأعوام السابقة حصة البطاقة التموينية لكل مهجر 200 لتر للعوائل المثبتة أسماءهم لدى دائرة الهجرة والمهجرين. أما بالنسبة للعوائل النازحة بعد أحداث الأخيرة وبعد أحداث الموصل والمحافظات الغربية المتواجدين في كركوك المسجلين في دائرة الهجرة والمهجرين، لكل عائلة 100 لتر من النفط الأبيض ستوزع خلال هذا الأسبوع من خلال المحطات الحكومية. جددت سفيرة الاتحاد الأوروبي في العراق التأكيد